وين راهم يمشون للفيناله؟ النسخه هذه ذول كلنا متفقين فيها اللي احسن كاس عالم منها. ما فيهاش على جميع المستويات. فما زاد النسخه 31 من صالون الموبيليا والديكور كيف كيف والصناعه التقليديه في معرض صفاقس، بدايه من 15 الى 25 ديسمبر. تم اختيار 87 عارض حسب معايير الجوده والابداع والتطورات الحاصله في مجال التسويق. صالون الموبيليا والديكور والصناعات التقليديه يراهن على الجوده وعلى التجديد. نشوفوا السبوت وبعد بقاو معنا، مازال باش نحكيو على الارجنتين، مازال نحكيو على ميسي، مازال عندنا برشا قصص باش نحكيهم. باش نرجعوا لبيستوف، عندنا برشا حاجات تقالت هنا على البلاتو، حبينا كل واحد نعملوا له كيل زبيق. باش نرجعوا كيما بدا مرش. لا لا ماهيش من اللونج بتاع الدموع تاع ميسي، تو بعد تكتشفوا كل واحد شنو اللي حضرنا لكم. عديد من اللقطات والعديد من القصص. بعد تجي ريم وبعد تجي مالك، لان نهار ثلاثه باش نمشي للكويت يحضروا معنا. حبينا الناس الكل تكون حاضر في حلقة اليوم، ذكرنا هي آخر حلقة في المونديال. ناخذوا سبوت وبعد نرجعوا. مرحبا بكم من جديد في مونديال بلوس. مثلا نحكي على